طيب ودلوقتي بعد ما دخلت البلاط بتاعتي على الساب وهو معمول له سيليكشن كده، هو دلوقتي مختار اهو الكمر واماكن العمدان وبتاع، ما تعملش سكيب ليه؟ علشان البلان ده سهل فمش فارقه، لان هنقعد نختار اماكن العمدان، اماكن العمدان واضحه. انما لو عملت سكيب واماكن العمدان دي راحت، لو انا في بلان حقيقي والعمدان في اماكن مختلفه والكلام ده، هيبقى الموضوع رخم شويه ان انا اقعد اشوف اماكن العمدان فين. فانا هو عامل سيليكشن كده، انا هستغل الفرصه دي وارسم العمود بتاعي. طيب ازاي دلوقتي؟ مش دي نقطه؟ طيب في ال 2D موديل احنا كنا بنحط مكان العمود سبورت هنج، ليه؟ لانه 2D بلان. انما هنا انا هعمل 3D موديل، فانا عايز العمود يبقى على بعضه عمود، العمود يبقى حاجه كامله على بعضها، فهرسم العمود نفسه كفريم اليمنت زيه زي الكامر. تمام. طيب هعمل كده ازاي وهو عامل النقط دي؟ انا هتخيلني بمسك النقط دي وبشدها لتحت ترسم لي خط، لو نقطة وبتشدها لتحت هترسم لك خط. طيب ازاي اعمل ده في الساب وهو مختار النقط كده؟ بعمل edit extrude extrude point to frame، شد لي النقطة دي واعملها لي فريم. هيقول لي طيب انت عايزها في انهي اتجاه؟ انا عايزها في اتجاه الزد، عشان كده عايز الاكس والواي بزيرو، انا مش عايز تتحرك في الاكس والواي، انا عايز تتحرك في الزد لانها هتنزل تحت. طيب هتنزل مسافة قد ايه؟ هو قايل لي في الاكزامبل ان ارتفاع الدور 3 متر، يبقى طبيعي ان ارتفاع العمود يبقى 3 متر، فانا ولتحت، فانا هكتب نيجاتيف 3، 3 متر لتحت. طيب عايز قد ايه؟ عايز واحد بس، عايز دور واحد بس، عمدان شايله دور واحد. اوكي، هتلاقي العمدان اترسمت معاك. طيب كده انا خلصت من العمدان وكده البلان دخل والكمر موجود وكل حاجه تمام. طيب كويس قوي. هو قايل في الاكزامبل ان انا عايز المبنى ده يتعمل 6 ادوار. It's a 6 story building with a story height of 3 meters. تمام؟ طيب هعمل ده ازاي؟ هنشوف. بما انه عايزني اكرره 6 ادوار، يبقى انا لازم اظبط الجريدز بتاعتي. طيب البلان ده مرسوم في الاكس واي بلان، هيتحرك في ايه؟ هيتحرك في الزد، هيطلع فوق في الزد. فانا هاجي رايت كليك، اديت جريد داتا، موديفاي، وادخل الجريدز بتاعتي. تمام. هو عايزه 6 ادوار ومعايا كمان دور للقواعد، فانا هعمل 7 جريدز. ارتفاع الدور 3 متر وقلنا لازم نختمها بزيرو. تمام. واظهر الحاجات اللي عندي دي واعمل شو علشان اشوف الجريد لاينز بتاعتي، واقول له اوكي. اوكي كده رسم لي الجريدز اللي انا هشتغل عليه. طيب طبيعي هنا انتوا شايفين ان انا البلان عندي تحت اهو ونازل العمدان، ده طبعا مش منطقي. ليه؟ المفروض كل ده كده يطلع فوق دور، عشان يبقى الدور اللي تحت ده اللي فيه القواعد بتاعتي اللي هي الفيكسد سبورتس اللي هحطها بعدين، وبعدين بعد ما احط القاعده اطلع بالعمود لاول دور. فانا كل ده كده عايز يطلع دور لفوق. طب هعمل ايه؟ هختار البلان كله واعمل edit وموف، حرك لي الدور ده. عايزه يتحرك في انهي اتجاه؟ عايزه في اتجاه الزد. طيب هيطلع لفوق ولا لتحت؟ لفوق، يبقى دخل رقم بوزيتيف. فوق قد ايه؟ 3 متر اللي هو ارتفاع الدور، واقول له اوكي. لو شفنا هتلاقيه اترفع 3 متر، بقى فعلا البلان اللي تحت ده في اخر العمود اللي هحط فيه بعد كده القاعده بتاعتي اللي هي الفيكسيشن. وبعد كده العمود طالع وشايل اول دور عندي. طيب كويس قوي. تعالى بقى نعمل نفس الخطوات اللي كنا بنعملها في اي اكزامبل ساب قبل كده. ايه هي؟ بدخل على الديفاين، هو ما ادانيش اي بروبرتيز للماتيريال، فهشتغل بالماتيريال الديفولت. هدخل على السكاشن، الفريم سيكشن بتاعي اعرفه. هو هنا قايل لنا في الاكزامبل ان احنا شغالين الاي بي اي سيكشن بيمز، الكمر ده كله اي بي اي سيكشن، والكولومز كمان كولومز ار اولسو اي بي اي سيكشنز، يعني الكمر والعمدان اي بي اي سيكشن. اي بي اي سيكشن ده يعني اي سيكشن. مش اسف. فبدخل على الفريم سيكشن، هو اوريدي معرف لي سيكشن باي ديفولت، لو جيت اشوفه هلاقيه فعلا اي سيكشن. ممكن مثلا اسمي ده كولوم واقول له اوكي. وممكن انا اعرف add copy of property، كوبي منه برضو هو واقول عليه بيم. بما انه برضو ما ادانيش سيكشن معين اشتغل بيه، مقاسات معينه للاي سيكشن، فانا اشتغل بالمقاسات الديفولت بتاعه البرنامج. طيب
طيب كده عرفت كولوم وبيم، اقول له اوكي. طب البلاطه اللي عندي، البلاطه كان قايل ان هي تخانتها 14 سنتي، فهدخل هنا واكتب 14 سنتي. تمام، دي كده عندي السلاب، واقول له اوكي. اوكي تمام. طيب لو جيت انا هنا بقى لازم اتاكد ان السكاشن متعرفه صح، ان البلاطه دي فعلا واخده سكشن السلاب، والعمدان واخده سكشن كولوم، والكمر واخد سكشن بيم. هعمل كده ازاي؟ لو جيت هنا مثلا عشان اظهر الاول السلابس اتاكد انها مظبوط، هقول له باين لي السكشنز بتاعتها، البلاطات دي سكشن ايه. لو دخلت الاقي متعرفه فعلا بسكشن سلاب اللي انا لسه معرفه، طب كويس كده اطمنت على البلاطات. اخليها بقى نوت ان فيو عشان تختفي واعرف اشوف الفريمز براحتي. تمام، والجريدز دي برضو ممكن ادخل دلوقتي اقول له ايه، هايد الجريدز دي علشان ما تعمليش قلق. اهو كده انا شايف الفريمز براحتي، ادخل برضو هنا على الفريمز ابين السكشنز بتاعتي. تمام، هلاقي ايه، دي متعرفه ايه كولوم، انما دي مش متع... دي برضو متعرفه كولوم، وده مش صح. تمام، طب هعمل ايه، هدخل كده اختارهم، اختار الكمر كله و assign frame section واعرف سكشن بيم واقول له اوكي. كده بقى مظبوط، بقت دي بيم وده كولوم، كده مظبوط. طيب تمام، في حاجة تانية. الكمر ده انا عايز اقصه، ليه اقصه؟ انا كنت راسمه في الكاد كاميرا واحدة على بعضها، يا اما في الاول خالص في الكاد كنت فعلا ترسمه كاميرا واحدة. تمام، ترسمه قصدي متقسم اوريدي سبانز، يا اما ترسمه خط واحد وترجع تقسمه هنا. نقسمه هنا ازاي؟ بختارهم كده كلهم واجي على edit، edit line، divide frame، break at intersection with selected joints, frames, area edges and solid edges. اوكي تمام، معلش ارجع كده تاني، هختار، احاول اختار الكاميرا بس من غير اي جوينتس تانية، نركز في الحوار ده ما نختارش جوينتس معانا. انا اصلا ممكن بدل السليكشن ده اعمل ايه، اجي من قائمة select properties frame section، اعمل لي سليكشن بالفريم سيكشن، كل الفريم سيكشنز اللي اسمها بيمز اختارها لي بس كده، واجي على edit، edit line، divide frame at intersection. اوكي كده اتقسمت، هيبقى دي كاميرا ودي كاميرا ودي كاميرا، عشان ده يساعدني بعد كده في النتائج. تمام، طيب كده انا ظبطت واتاكدت ان السكشن بتاعتي مظبوطه وكل حاجه تمام، وممكن حتى ارجع بقى دلوقتي الارياز بتاعتي. هنا لو قلنا ايه، طيب هنا هي المفروض ان ايوه رجعت، بس هو عايز كده محتاج يتعمل له ريفرش علشان تبان بس وكده، والغي بقى السكاشن بتاعت الفريمز دي، مش مهم تبان عندي دلوقتي. طيب كده اتاكدت ان انا السكاشن عندي كلها assigned مظبوط، ايه الخطوه اللي جايه؟ احط اللودز بتاعتي. طيب هدي فاين لود باترن، عندي ديد لود، هعرف كمان لايف لود نوعه لايف، سيرف مالتبلاير بزيرو اد، وهعرف ويند لود نوعه ويند، سيرف مالتبلاير بزيرو اد كده اوكي. وبعد كده هعمل ديفاين لود كومباينيشن، عندي اتنين لود كومباينيشن، واحد ديد بلس لايف، ده هدخل فيه الديد بواحد وهدخل فيه اللايف بواحد اوكي، وعندي واحد تاني ديد بلس لايف بلس ويند، هدخل فيه ديد بواحد لايف بواحد ويند بواحد اوكي. اوكي كده التو كومباينيشنز اللي عندي. طيب ابتدي ادخل اللودز، اختار البلان كله، assign area load gravity loads، هو قال ان في سوبر امبوز ديد ب 1.5 يبقى نيجاتيف 1.5. تمام اد اوكي. عندي تاني assign area load gravity load، عندي سوبر امبوزد لايف بتلاتة نيجاتيف 3. تمام طيب، وعندي wall loads
ب 10 متر كيلو نيوتن بير متر رن. طب لو اخترت هنا من 3 دي هيختار لي معاه وعملت اساين فريم اليمنت، هو العمود برضو فريم، فكده هيأساين عندي كمان على العمدان وده انا مش عايزه. طب هعمل ايه؟ هقف اعمل السلكشن ده في 2 دي، هاجي في الاكس واي بلان هنا، اما بقف اهو هو قايل لك عند الزد بزيرو، اي لو فوق برضو عند الزد بزيرو، معلم هنا علامة كده بيضة على الجنب اليمين انت واقف فين، معلم كده على البلان ده كله بالابيض على الحدود بتاعته انت واقف تحت. طب انا عايز اطلع فوق علشان اشوف البلاطه بتاعتي من السهمين اللي فوق دول بتحرك فوق وتحت، لو طلعت فوق اهو الحته البيضاء اهي طلعت فوق وبقيت انا شايف البلان بتاعي مظبوط. لو اخترت كده اختار لي الكمر بس والشيلز، ما اختارش العمدان، واجي على assign frame load distributed load. ده عباره عن ايه؟ عباره عن البولز انا ما كنتش معرفها، فمعلش هعرف دلوقتي لود باترن للبولز، سوري هنا لود باترن، اعرف كمان البولز ده برضو ديد بس بزيرو، واد اوكي وادخله معايا في اللود باترنز، سوري في اللود كومباينيشنز موديفاي، هزود معايا هنا الوول وهزود معايا هنا برضو الوول. طيب هاجي على كل ده واساين فريم لود ديستريبيوتد لود، ده حمل الحوائط ب 10 كيلو نيوتن بير متر ران، واقول له اوكي. لو جيت وقفت هنا في 3 دي اهو اللود كمان اتحط اهو. طيب كده انا الدور بتاعي ده كله اتظبط، اتظبط بانه اتحط له خلاص اللودز بتاعته واساين سكشن مظبوط، سكشن للكولوم، سكشن للبيم، سكشن للسلاب، وكل حاجه كده بقت مظبوطه. طيب بعد كده بقى انا عايز اكرره عشان ابني الست ادوار بتوعي، هعمل ده ازاي؟ طيب دلوقتي زي ما قلنا ناقص ان انا بقى اكرره واعمل الست ادوار بتوعي. طيب بس قبل ما اعمل كده ايه، انا دلوقتي خلصت دور كامل باللودز بتاعته سواء بقى وولز او ديد لود او لايف لود، ناقص لي الويند، والويند لازم هدخله على الويند لازم هدخله على ال 3 دي موديل، لما اعمل ال 3 دي موديل بتاعي هدخل عليه الويند. طيب قبل ما اكرر بس انا في خطوه كده عايز اعملها بس هتسهل عليا كتير قوي قدام، تمام؟ ايه هي الخطوه دي؟ هعمل حاجه اسمها ليبلنج. طب ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني بعد كده في السلكشن وبتاع وانا بختار ان انا عايز كمر بس، عايز عمدان بس، عايز الكلام ده كله. طيب هعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي هنا من سلكشن، سلكت باي بروبرتيز فريم سيكشن، هقول له اختار لي كل الاليمنتس اللي متعرفه على انها بيم، تمام؟ طيب اختارهم، هعمل ايه؟ هاجي على اديت تشينج ليبل، اختار ده ايه؟ ده element label frame، element label frame ده frame element، هسميه مثلا B، وهو بعد كده هيكتب لي 1 2 3 وهكذا، تمام؟ هيسميهم B1 B2 B3 وهكذا، ولازم اقول له edit auto label all in list، هتلاقي ان كل ال current name اتغير لنيم جديد، تمام؟ واقول له اوكي عشان اظهر الليبلز، باجي برده من هنا واقول له اظهر لي الليبلز. كده الليبلز باينه اهي، الكمر كله بقى متسمي بي 1 2 3 4 5 6 7 وهكذا. طيب والعمدان نفس الحوار، باجي من سيلكت، سيلكت تاني بروبرتيز، باجي على فريم سيكشن واقول له اختار لي كل الكولومز، اوكي تمام، بختارها واقول له اديت تشينج ليبل، ده element label لفريم هسميه سي، بعديها 1 2 3 وهكذا، واقول له edit auto label on list، هتلاقي 1 2 3 ده بقى سي 1 سي 2 سي 3 وهكذا، اوكي اهو بقى سي 1 2 3 4 وهكذا، خلاص العمدان اتسمت. طيب هاخد بقى الدور ده بكل الاليمنتس بتاعته باللودز بكل حاجه، ممكن اختاره برده من هنا، نتعود على حركه select دي لانها بجد كويسه جدا وبتسهل عليك حاجات كتير قوي، تمام؟ او ممكن على طول تختاره من ال 3 دي موديل كده. انا اخترت البلان بتاعي كله وهكرره بقى في اعمل الست ادوار بتوعي، هعملهم ازاي؟ انا دلوقتي اخترت اهو، هاجي على edit replicate، انا عايز replicate في اتجاه linear، ف
فوق وتحت في انهي اتجاه في الزد. لفوق مسافة قد ايه؟ فوق 3 ارتفاع الدور. طب عايز كام بقى تكرار؟ مش انا عايز 6 ادوار وانا اوريدي عندي منهم دور، يبقى انا عايز 5 بس كمان عليهم. واقول له اوكي، هلاقي المبنى عندي طلع ال6 ادوار بتوعي. طلع المبنى ال6 ادوار، ولو جينا حتى نزل هنا من ديسبلاي باين لي مثلا الوول لودز ولا حاجة، اوكي هلاقي اهو كل الادوار عليها وول لودز وكل الادوار عليها كل حاجة، لان انا اوريدي ظبطت دور واحد وقمت مكرره. تمام. طيب اخفي الليبلز دي علشان ما تضايقنيش دلوقتي في اللي انا شايفه. ناقص ايه؟ ناقص حاجة مهمة قوي، ان انا احط السبورتس اللي هتشيل المبنى بتاعي ده. تمام. المبنى ده لازم يبقى له قواعد، وهو متقال لنا هنا في الاكزامبل ان ذا كولوم بيزز ار فيكسد، يبقى هي فيكسد سبورتس. تمام. فهاجي في ال 3 دي، تمام، وده اريح لي يعني. هاجي في ال 3 دي واعمل ايه؟ اقوم مختار كده العمدان دي من تحت، اتاكد ان النقط اللي تحت دي متعلم عليها عشان هي دي اماكن السبورتات، واساين جوينت ريسترين فيكسد سبورت. اوكي بقى عندي الفيكسيشنز بتاعتي. كده المبنى مرسوم، ليبلز متظبطه، سكاشن متظبطه، احمال موجوده، والقواعد كمان موجوده. طيب ايه الخطوه اللي جايه؟ ايه الحاجه اللي ناقصاني ان انا احطها؟ اللي ناقصني احمال الويند لودز. تمام. طيب هندخل ويند لودز ازاي؟ هنا في السؤال قايل لي ان في ويند لود في اتجاه اكس وفي اتجاه واي، الانتنسي بتاعته 0.9 كيلو نيوتن بير متر سكوير. طيب ده معناه ايه؟ تعالوا كده نشوف، نرسم كده سيميوليشن. ده كده اهو 3 4. طيب دلوقتي عشان نشوف الويند، دلوقتي احنا لو عندنا الموديل ده كده اهو في ال 3 دي، تمام، نلغي بقى السكاشن وكده عشان نعرف نشوف براحتنا. طيب انا دلوقتي لو عندي رياح جايه في اتجاه الاكس، هتخبط في انهي بلان؟ هتخبط في البلان بتاع الواي زد. لو المبنى ده جاي رياح كده من الشمال لليمين في اتجاه الاكس، هتخبط في البلان ده اللي قدامها اللي هو الواي زد. يبقى انا هنا لما اجي ادخل احمال الرياح اللي في اتجاه الاكس، هاجي اقف في البلان بتاع الواي زد، حتى هو هنا هو علم لي عليه العلامه البيضاء بتاعتي على اليمين لو نشوف، تمام. وهدخل الفورسز بتاعتي كبوينت لودز عند الجوينتس دي. طيب ازاي بقى؟ ايه قيمه البوينت لود دي؟ اجيبها منين؟ احسبها ازاي؟ طيب اي مبنى عندي طبعا الرياح لما بتيجي بتخبط في اريا، تمام. ليه؟ لان مثلا المبنى اكيد مثلا ليه حوايط، ليه بتاع، فبتخبط في اريا. فعشان كده حتى هو مدينا الويند لود هنا 0.9 كيلو نيوتن بير متر سكوير. فالفكره كلها ان انا اعرف كل جوينت من دول شايل اريا قد ايه؟ الاري هو شايل كام متر سكوير؟ عشان اخد الكام متر سكوير دول اضربهم في 0.9 فاعرف البوينت لود عند الحته دي بكام. طب الاريا بتاعت كل جوينت اعرفها منين؟ الجوينت ده الاسبان دي نص اللود بتاعها بيروح على الجوينت الشمال والنص على الجوينت اليمين، وهكذا كل سبان. فمعنى كده الجوينت ده شايل نص الاسبان من كل يمه. الاسبان دي كلها 4 والارتفاع 3، يبقى هو شايل 2 من هنا و2 من هنا، 1.5 من تحت و1.5 من فوق. يعني ده كده توتال شال اريا 4 × 3، يعني 12 متر سكوير. طيب الجوينت اللي في الجنب ده مثلا واللي زيه بقى كلهم شايلين حته بس، 2 × 3 يعني 6 متر سكوير، يعني نص اللود. طيب والحته اللي فوق الكورنر ده والكورنر اللي زيه شايل حته بس 2 × 1.5، يعني ربع اللود. طيب اما وفي اتجاه الواي نفس الكونسبت بالظبط، برضو الاريا دي شايله نص الاسبان من كل حته، دي شايله حته 6 × 3، يعني 18 متر مربع. المتر مربع الواحد ب 0.9، نضرب 18 في 0.9 نعرف احط بوينت لود هنا قد ايه. تمام. طيب تعال نترجم ده، يعني هنا مثلا احنا لما نيجي ندخل اكس قلنا دي 4 × 3 ب 12، 12 في 0.9 هتديك 10.8. تمام. هنخش هنا على الساب، هختار كل الجوينتس اللي عندها نفس اللود، كل الجوينتس دي شايله نفس الاريا، واجي اساين جوينت لود فورس دي ويند في اتجاه الاكس ب 10.8. تمام. اوكي لو جيت هنا من ديسبلاي
show load assign joint ال wind. اوكي هتلاقي ال wind بتاعتك اهو ال wind load ظهر. تمام. طيب ال joint اللي فوق ده وال joints اللي على الجناب شايلين نص ال load بس. assign joint load force wind ال x تبقى 5.4. اوكي والتو كورنرز دول شايلين ربع الحمل اللي هو 2.7. اوكي كده انا دخلت الرياح في الناحيه دي. طيب كويس قوي. عايز بقى ادخل الرياح اللي جايه في اتجاه الواي. الرياح اللي جايه في اتجاه الواي هتخبط في الاكس زد. تمام. طيب يبقى انا اجي هنا واظهر عندي ايه الاكس زد بلان. طيب وابتدي برضه الجوينز دي كده كلها بتاخد نفس الحمل. طيب هختارهم كلهم. تمام. احنا قلنا الحتة دي شايلة اريا عبارة عن 6 × 3 اللي هي ب 18. لما اضربها في 0.9 هتديني 16.2. فانا هاجي هنا assign joint load force wind دي بقى في اتجاه الواي. تمام. ب 16.2. اوكي ظهرت اهي. طيب والحتت اللي في الجناب دي شايلين نص اللود بس. assign joint load force هتبقى 8.1 والتو كورنرز دول هيشيلوا wind load ب 4.05 اللي هو ربع اللود بس. اوكي كده الويند لود عندي اتحط في الاكس وفي الواي. كده كل الاحمال عندي بقت جاهزه وموجوده كلها، والمبنى معمول 3D والفيكسيشنز موجودة، الليبلز متظبطة وكل حاجة جاهزة. هعمل ايه بقى؟ خلاص هقفل اللوك واعمل run. run now هيقول لي اعمل save وهيبتدي الموديل عندي يعمل run. الموديل عندي هنا خلص الرام بتاعي وجاب لي هنا شكل الديفورمد شيب بتاعي، والشكل ده منطقي جدا لان هو قايل ان ده شكل ديفورمد شيب نتيجه الديد. الديد لود طبعا احنا عارفين الديد لود بينزل لتحت، فده طبيعي ان المبنى بتاعي ينزل لتحت. طيب انا اجي هنا بقى من شو ديفورمد شيب اقول له مثلا نبين لي بقى مثلا ديفليكشن نتيجه الديد واللايف، واقول له هات لي الواير شادو بتاعي واقول له اوكي. المبنى كان الخطوط الخفيفه دي ونتيجه الاحمال بتاعتي حصل ديفليكشن بالفاليوز اللي قدامي دي والمبنى نزل لتحت. طيب لو جيت هنا تاني قلت له شو ديفليكشن نتيجه ديد ولايف ويند، اوكي ده منطقي برضو. ليه؟ المبنى نتيجه الديد لود واللايف لود والكلام ده نزل لتحت شويه، ونتيجه الويند لود جه يمين شويه اتحرك للجنب. لو جيت برضو في الواي زد بلان نفس الفكره، برضو المبنى نزل لتحت شويه وجه يمين شويه نتيجه الرياح بتاعتي. تمام. ومنطقي ان الحركه في الاتجاه ده اكتر لان الرياح في الاتجاه ده اكتر من الاتجاه التاني، مش بس الرياح الانرشيا كمان بتاعت المبنى. وده بقى حاجات ستراكشر يعني، ده مش وقتها، بس كده شكل الديفليكشن بتاعي منطقي. هيبقى مطلوب منك ايه في الامتحان؟ هيبقى مطلوب منك انك تجيلي كده عند الجوينت ده تقول لي هو اتحرك قد ايه. لما تقف هنا تلاقي U1 U2 U3 ده كده المسافة اللي اتحركها الجوين ده، وده اللي مطلوب منك، ده اللي اسمه الدريفت بتاع المبنى، الدريفت بتاع الجوينت. الجوين ده حصل له دريفت، حصل له حركة نتيجة الرياح واللودز اللي عليه قد ايه بالظبط. وكده احنا وصلنا لغاية نقطة ازاي تعمل تجيب الدريفت بعد ما تدخل الرياح وتعمل 3D موديل. وهناخد بعد كده ازاي بقى اطلع النتائج على الاكسل في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.
م.